بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف الحال؟ كيف الهمة؟ كيف المعنويات؟ إن شاء الله عالية. كيف المحاضرات السابقة؟ إن شاء الله تكون لذيذة وأمورها زي العسل. خلصنا إحنا لساتنا في السفرية وسكين 2، وصلنا للتشابتر تبع الليبر. تشابتر الليبر من التشابتر اللي كتير مهمة في محاضرات النسائية، خصوصا إنه معظم الحالات اللي يجون المستشفى يجون عشان ديليفري، فلازم افهمه صح. محاضرات هي محاضرات الدكتور علاء، صدقا للأمانة محاضراتي كتير كافية ووافية، كل المعلومات اللي المفروض الطالب يعرفها صدقا. بس طريقة الدكتور علاء في الشرح متمكن فيها بسلايداته، بس انا ما اقدر اشرح الطريقة اللي هو يشرح بيها سلايدات، لهيك انا عدلت عدد سلايدات بحيث اني اقدر اشرح المعلومات في الطريقة تبعتي. بالنهاية الطريقة تبعته كتير ممتازة وخرافية لو الواحد ركز فيها، بس كل واحد له طريقته في الشرح. يعني انا ما اقدر اشرح الطريقة اللي اعطى فيها، بس للامانة مرتب شرحه. الأوبستاتريك أناتومي اللي حنشرح المحاضرة هاي بالمحاضرة القادمة هو الأناتومي اللي بيختص بالكنال by which the embryo passed to the outside، هي هاي الأوبستاتريك أناتومي. فرح نتطرق للفيميل بيلفس ورح نتطرق للفيتس نفسه، الفيتال هيد. الفيميل بيلفس كأنه باسج، المنطقة اللي بمر منها الفيتس، وحنين لما نروح على الفيتس هنحكي الباسنجر اللي يمر. بهمنا بالفيميل بيلفس بما انه هو اللي راح يمر بيه، بهمني the smallest diameter اللي حيمر منه الطفل. الوايدست diameter حيمر منه فراحة ما راح نتطرق له في الشرح، بس بهمني لما يكون صغير المسافة او الديامتر، هاي راح ندرسها في المحاضرة مالتنا. على النقيض في المحاضرة القادمة لما ناخذ الفيتس راح ندرس the widest diameter، لأنه هو اللي راح يدخل، فالراح يدخل جوا القناة لازم يكون صغير، كل ما كان صغير كل ما مر بسرعة، فكل ما كبر the widest diameter هو اللي بيأثر على عملية الليبر. فهذا السيناريو اللي يكون في بالنا قبل ما نبدأ في الشرح. حنقسم المحاضرة لعناوين رئيسية وكل عنوان تحتي المعلومات تبعته، عشان نطلع بالنهاية بالمعلومات بالتسلسل اللي أنا أتوقع من وجهة نظري أقدر أوصل فيه المعلومة. زي ما احنا نعرف أحمد صالح في فيير ميديكال ستيودنت، الإيميل رقم التليفون. نبدأ أول إشي بالفيميل بيلفس نفسه كبوني ستركتشر. زي ما احنا نعرف إنه الفيميل بيلفس مكون من 2 هيب بون، واحدة على اليمين وواحدة على اليسار، أو بنسميه إنومينيت بون. من الخلفي عنا ساكرة من نهاية العمود الفقري وكوكسيجيال بون. نشوف الصورة هنلاقي في عنا هيب بون ليفت هيب بون رايت، في عنا ساكرم اند كوكسيجيال بون. وفي مراحل قبل البلوغ، قبل الوصول لعمر ال 18 أو 21 سنة، بيكون الهيب بون عبارة عن ثلاث عظام منفصلات عن بعض. العظم العلوية بنسميها إيليوم، الانفيريو بوستيريور بنسميها اسكيوم، والانفيريو انتيريور بنسميها بيوبيك بون. وزي ما احنا بنعرف انه التايت بارت بالبلفس اللي هو الترانسفيرس ديامتر. نيجي هسه داخل الحوض نفسه، في عنا خط او في عنا علامة بتقسم هذا الحوض الى جزئين، جزء فوق من هذا الخط وجزء تحت هذا الخط. هذا الخط بنسميه بيلفيك بريم. تعال نشوفه على الصورة. هذا الخط الواضح هنا هو الخط تبع البيلفيك بريم. كمان شوي مع قادم السلايدات حنسميه بيلفيك انلت، حنعرف ليه سميناه بهذا الاسم. خلينا بمصطلح البيلفيك بريم وناخذ حدود تبعت البيلفيك بريم. من شو مكون؟ مكون من الخلف من بروز عظمي من الفقرة الأولى تبعت الساكرم، فساكرة الاس 1 في عنا على بدايتها بروز بنسميه ساكرة البرومنتري، تمام. من الجانب اليمين ومن الجانب اليسار في عنا اليوبيكتينيال لاين،
الإليوبكتينيال لاين هو نفسه الأركويت لاين، تمام؟ هذا الخط موجود داخل عظم اسمها الإليوم من الداخل، ومن الأمام في عنا السوبيريور بوردر أو الأبر بوردر أوف سيمفيزيز بيوبس. هذول حدود البلفيك بريم أو من شو مكون. قسموا لفوق منه جزء اسمه الحوض الكاذب فولس بلفس، ومن الداخل ترو بلفس. سميناهم هيك ليش؟ لأنه الفولس بلفس يحتوي على جهاز هضمي، بيحتوي هنا على اليمين على الأبندكس على السيكم، بيحتوي على اليسار سيجمويد كولون ديسندينج كولون. فأجزاء من الجهاز الهضمي المفروض يكونوا في الأبدومين، فهم موجودين في الحوض، فليك سميناه فولس بلفس. الترو بلفس اللي مكون من أعضاء الحوض نفسها، المثانة، الرحم، الريكتام والأشياء هذه، تمام. لو نلاحظ إنه الترو بلفس هو السمول and the inferior one، وإحنا حكينا في الشرح بداية المحاضرة اللي بهمني السمول one، لأنه الباسج هذا مش الباسنجر. فالترو بلفس لازم أدرسه في تفاصيله لأنه صغير وممكن يعيق عملية الولادة، بينما الفولس بلفس كبير واسع بيقدر يمر منه الطفل بكل أريحية. فلهيك حنشرح الترو بلفس. الترو بلفس زي أي قناة، في عنا أي قناة مكونة من القناة نفسها وفتحة العلوية وفتحة سفلية. الفتحة العلوية حنسميها إنلت المدخل، والفتحة السفلية حنسويها أوتلت المخرج، وما بينهم كنال، تمام. نشوف مقطع عرضي هذا لو نقسمه من هنا ونشوف من الجنب، نقسمه من النص نشوفه من الجنب، شو هنلاحظ؟ هنلاحظ هذا الشيء. هذا هو البرومنتري اللي هو يفصل ال L5 عن ال S1، مقدمة ال S1، وهذه الأبر بوردر أوف سيمفيزيز بيوبس، هاي الحد الخلفي وهاي الحد الأمامي للإنلت، تمام. فالإنلت زي ما احنا أخذناها قبل شوي بلفيك بريم مكونة بوستيريورلي من الساكرال برومنتري ومن الآلة أوف ذا ساكرام، من اللاترال إليوبكتينيال لاين وأنتيريورلي الأبر بوردر أوف سيمفيزيز بيوبس، ومن الجانب ممكن نحكي بيوبيك كريست. لو نلاحظ بالصورة هاي حنلاقي انه الترانسفيرس ديامتر بالإنلت اكبر من الانتيريو بوستيريور ديامتر. تعال ناخذ ارقام. الترانسفيرس ديامتر مالت البلفيك إنلت تقريبا 13.5 سنتيمتر، بينما الاي بي ديامتر بوصل 11.5 سنتيمتر. معنى ذلك انه الجزء الكبير من الطفل راح يمر من الجزء الكبير مالت البلفس، والجزء الصغير تبع الطفل يمر من الجزء الصغير تبع البلفس. فحنلاقي انه البيبي وهو نازل بالبلفيك انلت راح يكون ترانسفيرس. ليش؟ لانه الترانسفيرس ديامتر اكبر. نيجي هسه على الاوتلت. الاوتلت الانتيريو بوستيريور ديامتر اكبر من الترانسفيرس ديامتر، فحنتوقع انه البيبي لما يوصل الاوتلت راح يصير له روتيشن. ليش هذه الروتيشن؟ لانه الانتيريو بوستيريور ديامتر صار هو الاكبر. معنى ذلك الجزء الكبير من الطفل راح يروح على الانتيريو بوستيريور ديامتر عدا انه يكون على الترانسفيرس ديامتر. شو حدوده هذا الاوتلت؟ نشوف الرسمه. حنلاقي من الخلف حنلاقي كوكسيجيال بون، ومن الأمام في عندنا lower border of symphysis pupus اللي سوت angle أو arch، بنسميه pubic arch اللي هو هذا، أو بنسميه subpubic angle. ومن الجنب راح نلاقي الأوتلت، في عندنا ligament اسمه sacrotuberosal ligament، وفي عندنا ischial tuberosity. نيجي هسه على اللي هي ما بين الانلت والاوتلت، في عندنا pelvic cavity او mid cavity بنسميه، هذا circular. الانتيريو بوستيريور ديامتر ايكوال للترانسفيرس ديامتر، فالطفل ما راح يغير وضعيته، راح يدخل في الانلت بترانسفيرس ويضله ترانسفيرس، لانه لو غير وضعيته ما راح ياثر لانه circular cavity.
من شو البوردر مكونه؟ مكونه من الابكس تبع السيمفيز بيوبس من الامام، من الجوانب اسكيال سباين والساكرو سباينس ليجمنت، ومن الخلف في عندنا التيب اوف ذا ساكرام اللي هو اللور بوردر اوف ذا ساكرام. اوكي، داخل هذا الكافيتي في عندنا ديامتر صغير، هو اصغر ديامتر موجود بالبلفس سواء كان انلت اوتلت ولا الكافيتي، بنسميه انتر سباينس ديامتر. انتر سباينس ديامتر تقريبا 10.5 سنتيمتر وهو على ترانسفيرس بلين، وما بين الاسكيال سباين على اليمين والاسكيال سباين على اليسار. وهذا بما انه اصغر مكان او اصغر ديامتر حيمر منه الطفل بكل مراحل النزول مالته، راح نحكي عنه the common level او بالمنطق هو حيكون the common level for arrest للليبر. هذا الاستراكشر اللي احنا حكينا عنهم. نيجي هسه على موضوع جديد اللي هو pelvic accesses. شو هم المحاور اللي يمشي بيها الطفل وهو نازل في هذه الكنال اللي مكونة من inlet ومكونة من cavity ومكونة من outlet؟ احنا متفقين انه الطفل راح ينزل نزول، فراح يكون downward. الانلت اتجاهها راح يكون downward to the back backward، بينما الكافيتي راح يصير الكافيتي كيرف، هو راح يكون، فراح يكون بدل ما هو backward راح يصير الطفل متجه forward، والاوتلت نكمل مالت الخط راح يصير forward، فراح الطفل هو في الانلت راح ينزل downward backward، وهو بالكافيتي downward forward، وهو بالاوتلت داونورد ابورد. تمام، بعد ما عرفنا الاكسسز وعرفنا البون، نيجي هسه على زاويه كثير مهمه في حساب الاديكوسي اوف ذا بيلفس. هل البيلفس واسع كفايه يمر من الطفل ولا لازم نسوي اجراءات اخرى مش نورمال فاجينال ديليفري، اللي هي البيلفيك انيكوليشن. شو البلفيك انيكوليشن؟ هي زاويه، واي زاويه بدنا خطين محورين عشان نعرف الزاويه بينهم. فالخط الاول راح نشوفه الهوريزونتال بلين اللي هو خط الافقي، اي خط افقي، والخط الثاني هو البلفيك انلت. والبلفيك انلت من الخلف عند البرومنتري، ومن الامام سوبيريور بوردر اوف سيمفيز بيوبس. فنوصل بيناتهم بخط ونحط خط افقي ونشوف الزاويه ما بينهم. تقريبا الزاويه لما تكون الست واقفه في الاريكت بوزيشن بتكون الانجل اوف بريم او الانجل اوف انيكوليشن 55 ديجري. كل ما قلت الزاويه عن ذلك تكون افضل للولاده، وكل ما زادت عن ذلك كل ما كانت difficult delivery. ناخذ شو الاختلافات. مثلا لو زادت الزاويه، بتزيد هاي الزاويه في اي حالات؟ بالذات في حالات النساء لما تكون افريكو بلاك وومن، فبتكون تقريبا الزاويه توصل 90 ديجري. معنى ذلك انه دخول الطفل للبلفس راح يستغرق وقت اكثر، راح يصير فينا ديلينج. هذا التاخير يؤدي الى ديفيكلت ديليفري. كمان في حالات التشوهات مثلا ثوراسيك كيفوسيس لامبر لوردوسيس، في هذول الحالات بتزيد الانجل، معنى ذلك ديفيكلت ديليفري. لامبر سكوليوسيس نفس القصة، الانتيريور بوستيريور ديامتر راح يقل، معنى ذلك زادت الانجل، صارت difficult delivery. وليش قل الانتيريور بوستيريور ديامتر في الميكانيزم تبعت هذا المرض؟ اكيد ماخذين عظام وفاهمين شو هو هذا اللي انا اقوله. سبونديلوليثياسيس بيكون في عنا رايد فورورد للL5 على الS1، معنى ذلك انه تقدمت الL5 للامام، فالانتيريور بوستيريور ديامتر المفروض يخش منه الطفل ويمر منه حيكون اقل. والانلت الانتيريور بوستيريور ديامتر من غير واسطه هو صغير، فكيف لو صغير بزياده؟ فراح يصير فينا ديفيكلت ديليفري. وابنورماليتي في البلفس نفسه سواء كان خلال عمليه البلوغ لما كانت الست طفله وصار عندها نقصان في الكالسيوم والفيتامين دي وصار اسم الحاله ريكتس، فراح يصير في عندنا ابنورماليتي اوف ذا بلفس بحيث انه يقرب على العظام على بعضه
عشان يقدر يحمل الوزن تبع الجسم. والأوستيوماليشيا لما تكون في الأذر نقصان الكالسيوم والفيتامين دي. فكل هذول الحالات بيؤدوا إلى difficult delivery بسبب زيادة الـ angle of inoculation. Decrease the angle of inoculation بيصير easy delivery. كيف أني بالنهاية بدي أحدد هل البلفس هذا كويس واسع ولا مش واسع؟ في عنا 6 نقاط هشرحهم هلأ، وكمان شوي هشرح كل واحدة في التفصيل، فراح أشرحهم في طريقة سريعة بحيث إنه ما نركز عليهم هواية، بس تكونوا عارفين إني هشرحهم للأمام. فيهم 6 نقاط أنا جمعتهم من كل السورسز. طبعا كلينيكال احنا بدنا نقيس هل البلفس واسع ولا مش واسع. عشان اقول انه واسع لازم الساكرا البرومنتري ما اوصلها. نشوف قبل انا لما احط ايدي احطها من الفجاينة من هنا وارفع اصابعيني باتجاه البرومنتري، تخيلوها معي انا ادخل داخل الفجاينة 2 من الاصابع مالتي، ما ادخلهم كلهم. لما ادخل اصبعين باقي الاصابع راح يضرب بالبيرونيوم، معنى ذلك راح يحد من دخول الاصبعين اكثر. انا طول اصابعي هاي المسافة من هنا لهنا تقريبا 13 سنتيمتر، انا اصابعي ما يوصلوا 13 سنتيمتر ولا يوصلوا 10 سنتي. معنى ذلك لما أدخل أصابعيني وباقي الأصابع يضربوا في البيريونيوم أنا المفروض ما أوصل البرومنتري. شو معنى ذلك؟ لو لمست البرومنتري إن أديك وتبلفس على طول، بس لو ما لمسته لا يعني ذلك إنه هذا أديك وتبلفس، لأنه ممكن يكون هو أصغر من 13 سنتيمتر اللي هي المطلوبة بس أكبر من 10 سنتي اللي هي طول أصابعي، فيكون inadequate pelvis وممكن يكون adequate pelvis. تمام، هاي أول نقطة خلصنا منها. نيجي هسا على السكرال كيرفيتشر. لو أنا لمست الساكرم ونشوف الكونكافيتي مالته بقدر أحدد الأنجل of inoculation، وبتكون subjective مختلفة من شخص لآخر. interspinous diameter بما إنه the common side عشان يصير في عنا ال difficult delivery أو ال cephal pelvic disproportion interspinous diameter. قبل شوي حكينا إنه المسافة ما بين السباين على اليمين وعلى اليسار تقريبا 10.5. أنا لما أفتح أصابعيني وأفرجهم عن بعض المسافة ما تطلع 10 سنتين. معنى ذلك لو أنا دخلت سويت الفحص وفردت أصابعيني بحيث بدي أحس السباين على اليمين واليسار، لو في نفس الوقت إصبع اليمين لمس اليمين واليسار لمس اليسار، معنى ذلك إن أديكوت بيلفس. بس لو ما لمستهم وعشان أقدر ألمس الثاني لازم الأول ما ألمسه إنه يصير في فراغ، هذا mostly يكون أديكوت بيلفس. ونشوف الأنجل ما بين البلفيك السيمفيز بيوبس. في عنا أنجل ما بين خلينا نفرجيكم الرسمة، هيها في عنا هنا بيوبس وهنا بيوبس، وبنشوف الزاوية ما بينهم. لو كانت الزاوية نورمالي 90 وأكثر عشان أحكي عنه غاينيكويدال بيلفيس، كل ما كبرت الزاوية عن 90 كل ما كان وايد بيلفيس، معنى ذلك أفضل لعملية الولادة أديكوت بيلفيس. وكل ما قلت عن 90 معنى ذلك إن أديكوت بيلفس لأنه سمول بيلفس. الساكروسياتيك نوتش إحنا نعرف بالأناتومي اللي أخذناه قبل الهجرة إنه في عنا سياتيك نوتش، وهاي النوتش بيركب عليها ليجامنت وبتحوله لفورامين. نحط إصبعين تنين مالتنا داخل هذه الفورامين ما بين الليجامنت والنوتش، أو ما بين الليجامنت والبون داخل النوتش، ونشوف لو اقدر احط اصبعين وافرج ولو مسافة بسيطة بينهم بحكي عنه اديكوت بلبس. لو ما قدرت ادخل اصبعين
أو دخلتهم بس وما أقدر أفردهم، معنى ذلك هذا inadequate pelvis. آخر شيء أسوي قبضة وأجي أطلعها enter في منطقة ال intertuberosal diameter. intertuberosal diameter أن القبضة تبعتي ما تتجاوز 10 سنتين، معنى ذلك لو طلعت بأريحية mostly adequate pelvis، لو ما طلعت معناها inadequate pelvis. فهدول 6 فحوصات يا رب أكون شرحتهم بطريقة إنه الواحد يكون فاهم، لو دخل داخل أوضة العمليات لو شاف الطبيب يعرف شنو اللي يعمله. نيجي هسه على البلفيك ديامتر تكملة المحاضرة. البلفيك ديامتر حنقسمهم ل 3 ديامترز، ديامترز خاصة في الانلت، ديامتر خاصة في البلفيس كافيتي، وديامتر خاصة في الاوتلت. الديامترز الخاصة في البلفيك انلت هم 5 ديامترز، في 2 ما يهمونا كلش، في 2 ما نقدر نشوفهم الا في الاكس راي، وفي 1 عن طريق الاكزامينيشن اللي هو ديجيتال فاجينال اكزامينيشن البي في. نيجي عليهم واحد واحد. نبدا شو هم؟ ترو كونجوجيت ديامتر، اوبستريك كونجوجيت ديامتر، دياجونال كونجوجيت ديامتر، ترانسفيرس ديامتر، واوبليك ديامتر. نبدا فيهم واحد واحد. الترو كونجوجيت ديامتر 11 سنتين. الاوبستريك كونجوجيت ديامتر هو نفسه الترو بس ننقص منه ثيكنس تبعت البون والفيشيا والمصل اللي تقريبا 1 سنتين هي. فلو عرفنا انه الترو بيلفس هو 11 سنتين، فانا اتوقع الاوبستريك كونجوجيت تندون يكون 10. او لو اني طلعت الاوبستريك كونجوجيت ديامتر وطلع 10، اتوقع انه الترو يكون 11. تمام. هل البيبي بيقدر يخش من الترو كونجوجيت ديامتر؟ الجواب لا، ما يقدر، لانه ما يفوت من البون والفيشيا، فالفيشيا مش راح تكون في الحسبه. لهيك احنا طلع مصطلح الاوبستريك كونجوجيت ديامتر. ليش؟ لانه البيبي انتر ثرو ات. ليش؟ لانه يمر الطفل من الفراغ ولا يمر من الثيكنس كامله. سماكه الجدار تبعت القناه اللي يمر منها ما يخش ما تدخل بالحسبه. فاللي يدخل فيه الطفل فعليا هو الاوبستريك كونجوجيت ديامتر. معنى ذلك اي ديامتر مور ذان 10 سنتيمتر الطفل المفروض يعبر منه، واللي اقل من 10 سنتيمتر يصير في عندنا ديفيكلت ديليفري. تمام. الدياجونال كونجوجيت ديامتر طوله 13 سنتين. هذول التنين عشان انه نكون فاهمين القصه ما نقدر نعرفهم الا عن طريق الاكس راي. تمام. لهيك طلعنا في طريقة ثالثة أو ديامتر ثالث اسمه دياجونال كونجوجيت ديامتر، اللي هو المسافة ما بين الساكرال برومنتري واللور بوردر أوف سيمفيز بيوبس اللي قبل شوي شرحناها وحكينا أنها 13 سنتين. يعني لو طلعت الدياجونال كونجوجيت تندون ونقصت منه 2 سنتي ونص 3 سنتي، أقدر أقول إنه هذا المسافة تبعت الأوبستريك كونجوجيت تندون. فهي indirect method عشان اقدر احدد الديامتر تمالت الاوبستريك كونجوجيت ديامتر. وكيف نقدر نطلعها؟ مو عن طريق الاكس راي، نقدر نطلعها عن طريق البي في. نحط اصبعينا، لما نعمل بي في بندخل اصبعينا، فاذا بقيت الاصابع شو راح تسوي؟ ممانعه لدخول الاصابع اكثر لما تخبط في البيرونيه، وبالتالي ما ندخل أصابعنا أكثر. بما أنه طول أصابعنا أقل من 13 سنتيمتر، فإنه من الطبيعي أنه أقول ما حسيت اللي الساكرال برومنتري. If we touch the sacral promontory, that means إيش؟ إنه the pelvic is small and inadequate مباشرة. بقدر أجزم إنها inadequate. While if we can't touch the sacral promontory, هذا معناه إنه the pelvic mostly more likely to be adequate. مش ما بقدر أقول absolutely adequate. بجزم إنه adequate لما يصير في إنه trial of labor. تمام.
الترانسفيرس ديامتر 13.5، يعني أكبر من 10، إذن كتير واسع يمر منه الطفل بكل أريحية. والأوبليك ديامتر 12.5 كمان كتير واسع، bigger than the conjugate diameter، فيمر من الطفل وما نهتم لهم. شو اللي فبالنهاية أنا أحسب تروب كونجوجيت ديامتر والفعليا يمر من الطفل مش لترو الأوبستاتريك كونجوجيت ديامتر اللي هو لترو ناقصا الثيكنس تبعت البون والفيشيا والمصل اللي هي تقريبا 1 سنتيمتر. وهذا أقدر أطلعه عن طريق الإكس راي فقط. طيب كيف طريقة ثانية عشان أطلع الأوبستاتريك كونجوجيت تندون ديامتر غير الإكس راي؟ بسوي الدياجونال كونجوجيت ديامتر اللي هو عن طريق البي في إكزام. هذا اللي احنا نقوله، المسافة ما بين الـ upper border of the symphysis pubis والـ sacral promontory بنسميها true conjugate diameter، ما بين الـ lower symphysis pubis للـ sacral promontory بنسميها diagonal conjugate diameter، والمسافة اللي هي هذا الخط الوسطاني هذا بنسميه obstetric conjugate diameter. ليش؟ لانه المسافه تبعت الثيكنس تبعت البون والفيشيا والمصل اي ريموف ات، شلتها بالحسبه. هذول الدياميتر هون، هذا اللي هو conjugate diameters سواء كان ترو او obstetric او diagonal، ما اقدر احدد الا من الجنب عشان اعرف هل من السيمفيزي بيوبس من فوق لابر بوردر ولا اللور بوردر ولا الميد بوينت. هذا الاوبليك ديامتر ما يهمني والترانسفيرس ديامتر ما يهمني لانهم واسعات، وهذا اتفقنا عليه من اول المحاضره اللي ايش الواسع ما يهمني انا، يهمني الضيق. هذه الرسمه اللي انا كنت ادور عليها اللي هي المسافه ما بين الاسكال سباين والاسكال سباين من الجهه الثانيه، يعني احط الاصابع بينهم لو لمستهم في نفس الوقت هذا اقول عنه inadequate pelvis. ليش؟ لانه المسافه اكبر ما بين انفراج الاصابع اللي هي انفراج الاصابع 10 وهذه المسافه ما بينهم 10.5. هذول الديامترز اللي احنا حكينا عنهم. نيجي هسه على الديامتر تبع البلفيك كافيتي اللي هو قبل شوي شرحناه الانتر سباينس ديامتر. انتر سباينس ديامتر اللي هو هذا. ليش؟ هذه هي المشكلة اصلا بكل المسافة اللي احنا نقول عنها لانها 10 سنتين. معنى ذلك انه the commonest the narrowest part او narrowest diameter في البلفس هو انتر سباينس ديامتر. تمام. شو البوردر مالت الكافيتي؟ هذا احنا شرحناه اللي هو الانتيريور في سيمفيز بيوبس اللاترال بيوبيك بون والبوستيريور جنكشن ما بين السكند والثيرد ساكرال فيرتبري. نيجي هسه شو اهمية الاسكيال سباين. الاسكيال سباين انا لما ادخل اصبعي لازم احدد مكانه. ليش؟ بيهمني لشغلتين. هو لاند مارك عشان اعرف الديسيندينج تبع الهيد، وحنعرف لما نيجي نحكي موضوع الانجيجمنت والستيج فنحسبه من طريق الاسكيل سباين. ولما بدي اجي اعطي المريضة انستيزيا بلوك انا بعطيها في البيدندال نيرف، والبيدندال نيرف هو جاي ميديال وتحت السباين. فانا اشوف السباين احسه اروح تحت منه ميديالي تقريبا 1 سنتيمتر او 1.5 سنتيمتر واحط الابرة. بيلفيك اوتلت، البلفيك اوتلت هو عبارة عن مثلثين والبيس مالتهم محطوطات على بعض، هاي المثلث العلوي والمثلث السفلي، فهم مثلثين والقاعدة مشتركة. الانتيريو بوستيريور ديامتر ما بين السيمفيز الكوكسيجيال واللور بوردر اوف ذا سيمفيز بيوبس تقريبا 12.5 سنتيم. الترانسفيرس ديامتر هو انتر تيوبيوريسال ديامتر تقريبا 10.5 11 سنتين. لهيك
الانتيريو بوستيريور ديامتر في الاوتلت اكبر، فحنلاقي البيبي صار اوكسيبيتو انتيريور، لف حاله سوى روتيشن بحيث انه الجزء الكبير منه يروح بالانتيريو بوستيريور اللي هو سميناه اوكسيبيتو انتيريور. هذا اللي احنا حكيناه وهذا اللي احنا بنعرفه وخلاص مسترناه، اللي هو انلت اوتلت الاوتلت الانتيريو بوستيريور ديامتر اكبر، بالانلت ترانسفيرس ديامتر اكبر، ومسترناهم الامور. نيجي هسه على اخر جزئيه في المحاضره اللي هي اختلافات النساء في الحوض. في عندنا variation ما بين الفيميل بيلفس، في عندنا اربع انواع للبيلفس. في عندنا جاينيكويدال بيلفس اللي هو تقريبا نصف النساء نوع البيلفس تبعهم جاينيكويدال، وفي عندنا ثلث النساء اندرويدال يعني ميل لايك، وفي عندنا انثروبويد اللي هو ايب لايك. تقريبا ربع النساء البيض او خمسين النساء السود يكون انثروبويدال بيلفس، وبليتيبلويد بيلفس اللي هو 2% كلش نسبة قليلة. اللي ما هذول اثنين اخر اثنين ما يهموني not important. ليش؟ لانهم large pelvis، كمان شوية نعرف نشوف مواصفات كل واحد. بما انهم large pelvis فما بيأثروا على الميكانيزم of labor. الاندرويد هو the most important one. ليش؟ لانه the smallest type في الفاريشن تبع البلفس اللي هو الاندرويد، تمام؟ the largest هذول الاثنين، تمام. خلاصة الأمر اللي لازم الواحد يفهمه ويحطه في باله إن size of pelvis أهم من type of pelvis. يعني لو كان androidal pelvis والsize مالته واسع أفضل من anthropoidal pelvis وصغير. يعني أنا أهتم للsize أكثر من التايب. لذلك لما أني شرحت نقاط عشان أعرف الأديكوسي تبعت البلفس ما جبت شو نوع البلفس، هل هو غاينيكويدال ولا أندرويدال ولا أنثروبويدال ولا بلاتيبولويد. إن الست نقاط اللي أني شرحتها ما كان منها الفاريشن. ليش؟ لأنه ممكن يكون نوع وحجمه صغير وكبير صغير وكبير صغير وكبير، فهاي مش نقطة أساسية أعتمد عليها في تحديد هل البلفس كويس ولا مش كويس، لأنه بعتبر على السايز أفضل من التايب. تمام، نبدأ فيهم واحد واحد. الجاينيكويدال بلفس هذا اللي احنا أصلا صلنا ساعة نشرحه. نيجي على الاندرويدال بلفس اللي هو أهم واحد الـ most important one لأنه أصغر واحد. هو ميل بلفس فنل شيب، بيكون واسع من 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 جهة وضيق من الجهة الثانية. الانلت تبعته هارت شيب زي شكل القلب. البون نت بارلل تو ايتش اذر، واحدة رافعة والثانية نازلة. الاوتلت الانتيريو بوستيريور ديامتر مور ذان انتر تيبيرسال ديامتر او ترانسفيرس ديامتر. والدخول الهيد من الانلت بيكون اسهل من دخوله في الاوتلت لانه الاوتلت اضيق. البلفيك ارش مور اكيوت يعني الزاويه اقل من 90 درجه، واخذنا من العوامل اللي نحدد الاكيوت اذا اكويت بلفس ولا لا اللي هي الانجل تبعت البلفس. فهذه نرو، فهذا نشوفه، نشوف العظام ما يكونون parallel to each other، واحدة رافعة واحدة نازلة. الانلت بتكون أوسع من الاوتلت، الانلت زي شكل القلب heart shape، والانجل بتكون acute less than 90 degree. فيدخل البيبي من الانلت عادي بس لما يجي يطلع من الاوتلت يلاقي صعوبة. نيجي هسا على النوع الثالث اللي هو anthropoidal pelvis، بيكون long narrow oval shape pelvis وبيكون large pelvic
in shape of Android وهو no problem، بيكون حجمه كتير كبير فما في مشاكل خلال the mechanism of labor. آخر إشي platyploidal pelvis wide pelvis يكون flat على البريم. البرومنتري pushed forward ومع ذلك هو large pelvis وهو يعتبر type من الجاينيكويد بينما اللي قبله حكينا هو type من الاندرويد ونو بروبلم بالميكانيزم اوف ليبر. هذا ملخص للي احنا حكيناه. الالت بالاندرويد بيكون هارد شيب، الانثروبويد بيكون الانتيريو بوستيرير مور ذان ترانسفيرس، البلاتيبلويد بيكون الترانسفيرس اعلى من الانتيريو بوستيرير، الميد كافيتي الانتر سباينس ديامتر قليله فبصير في عندنا مشاكل في ممكن يصير عندنا اوبستراكشن للليبر او prolonged labor. الاوتلت بيكون في الاندرويد narrow pelvic arch less than 90 degree، الانثروبويد بيكون adequate pelvis والانجل more than 90 degree، والبلاتيبلويد بيكون wide pelvic arch more than 90 degree. الجاينيكويد ما جب سيرته لانه اصلا كل شرحنا اللي كان سابق كان عليه. هيك نكون احنا خلصنا المحاضرة. يا رب تكون المحاضرة لذيذة، بسطتها قدر الإمكان وشرحتها. بالموفقية يا رب بالمحاضرات هذه والقادمة.